السلام عليكم خواتاتي وصحباتي والكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا الفيديوهات ديالي تكونوا فرحانين وناشطين وبصحه مزيانه وما خصكم حتى شي خير. المهم خواتاتي، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنرطب رجيلاتي. لحقاش بعض البنات، تقريبا شي 4 البنات ولا 5 في التعاليق وفي الواتساب، قالوا لي عافاك شاركي معنا باش يعني شي وصفه ولا شي روتين باش كترطبي رجليك، باش كتحيدي من التشققات، باش كيوليو رطيبين وبيضين وزوينين. المهم خواتاتي، كما كنتهلاو في البشره ديالنا وفي الشعر وفي اليديات، ضروري سمحوا لي، ضروري ما نتهلاو في رجيلاتنا. رجيلات حتى هما يختار من الانوثة، كتبغي تلبسي صنيديله زوينه وتجي معاك ورجيلات كيبانوا هكا كيشقشقوا القديمات، يبانوا في الغوز ويبانوا حمامرين وزوينين ورطيبين. اجي اختي نشارك معاك الروتين اللي كندير انا، اللي ساهل ساهل ماهل، وهذا هو اللي تقريبا هذا الروتين اللي كندير رجيلاتي اغلبيه كندير معتمد عندي هذا الروتين، كنديرو بزاف كيرطب الرجيلات وخصوصا في هذه الايامات ديال البرد. المهم ما نطولش عليكم بزاف، غادي نعطيكم دابا الروتين اللي كندير رجيلاتي. اول حاجه عندنا فازلين. فازلين كما كتعرفوا البنات، سواء هاد الطبيه ديال الفرماسيان اولا هاد العاديه اللي كنشريو من عند مول الماكياج اللي عندك اختي، كلهم تيقضيو الغرض، بجوجهم زوينين سواء هادي ولا هادي. بجوج هادي راه كنت خديتها من الفرماسيان على قبل، بناتي كنطيب ليهم فمهم في هاد البرد وخديت ليهم هادي، وهادي كناخذها من عند مول الماكياج. المهم بالنسبه اشنو كندير رجيلاتي، كندير اليوم اختي فازلين. فازلين هي اللي باش كترطب لي رجيلاتي. المهم انا غادي تشوفوا معايا الطريقه وغادي نشارك معكم كل شيء كيفاش كنرطب رجيلاتي. انا باش راه بغيت يعني نطبق لكم داكشي على رجليا وهذا، ولكن بنتي الصغيره ما كتخلينيش، كتبرزتني دابا راني ساد عليها معباها، ساد عليها بيت نعاس وكنصور داكشي، علاش ما يمكنش ليا خصني نجيب سطال ونجيب وندير رجليا ونبقى نحكهم وانتم يعني كتشوفوا فيا، ولكن راه بنتي الصغيره ما كتخلينيش. فداكشي علاش غادي نقول لكم، وانتم راه غادي تعرفوا كلشي وغادي تطبقوا داكشي ان شاء الله في ديوركم. المهم اختي، الا كانوا رجيلاتكم كرفسين حالتهم القديمات مشقين ما فيهم ما يتشاف، اليوم ان شاء الله هاد الروتين اللي غادي نقول لك الطريقه اللي غادي ديريها ان شاء الله غيوليو رجيلاتك رطيبين، ولكن ماشي ديري غير مره واحده وتمشي عاوتاني تنعسي وتنساي، لا كل سيمانه، اي مره في السيمانه، ما عطيتكش قلت لك جوج مرات ولا ثلاثه، غير مره في السيمانه، مره في الاسبوع ديري هاد الروتين رجيلاتك وتفكريني وتدعي معايا. المهم فازلين، وحده من هاد فازلين كتاخذي اختي فازلين، كتشدي رجيلات ملي كتفيقي الصباح، كتفيقي الصباح لحقاش خصنا نلبسو التقاشر، والتقاشر ما خصكش اختي تنعسي بهم، راه رجيلات الا نعسنا بالتقاشر راه كيتزمتو لينا ودات كلها كتزمت، ما خصناش نعسو بالتقاشر. المهم كتشدي فازلين، اي فازلين عندك، واخا تكون غير هذيك ديال 5 دراهم قاديه الغرض. المهم ولكن انا كنفضل هاد فازلين ولا هادي، لحقاش النتيجه ديالهم خطيره. كدهني اختي رجليك، كدهني ليا رجيلات القديمات ورجيلات كلهم، كدهنيهم بفازلين، كتعمريهم مزيان، ما تسقرميش اختي على فازلين، كتعمري رجيلات مزيان بفازلين. ملي كتعمري رجيلاتك بفازلين كتاخدي هاد السلوفان باش كيلصق لك على رجيلات، اولا ما عندكش اختي هاد السلوفان ديري غير ميكا عاديه ديك البيضاء، تقبيها من جهه الصبيعات ديال الرجيلات باش كيبقاو الصبيعات ما كي يعني الرجل ما كتزمتش لينا وما كتحسيش بواحد الزمته. كديري الميكا على رجليك، كدوريها على رجليك الميكا بحال هاد الطريقه هادي، واخا غادي نضيع شويه معليش خاطر خواتاتي معليش، كتشدي بحال هكا رجليك، كتخلي الصبعان ما كديريش عليهم الميكا، واخا تكوني داهناهم باش كتبقاي كيتنفسوا لك شي شويه رجيلات كما كيتزمتوش ليك بحال هاد الطريقه هادي. شفتوا بنتي بحال هكا صافي اختي، كديري بحال هكا رجيلاتك، كتخلي الصبيعات بحال هكا غير شويه، الصبيعات بحال هكا ديال رجيلاتك باينين باش واخا غادي تلبسي تقاشر باش ما يتزمتوش لك رجيلاتك. كي انت ما عندكش مشكل ديري السلوفان رجليك كاملين صافي، وانت راكي معمره رجيلاتك بفازلين. كتشدي اختي دابا ملي درتي السلوفان وكتلبسي التقيشرات ديالك، كتلبسي ليا التقيشرات على الرجيلات بحال هكا راكي عارفه، كتلبسي ليا التقيشرات بحال ما هكا، وكتخلي ليا رجيلاتك النهار كامل هما بحال هكا، نهار كامل ماشي تقول ليا ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه، نهار كامل. لحقاش هذيك فازلين خصها ترطب لينا داك القشور وداك التشققات وكل شيء خصو يرطب،
ومع البلاستيك راه كتعطي واحد النتيجه خطيره. المهم كدير ليا التقيشرات هادشي ملي كتفيقي الصباح، كنتي خدامه كتمشي بيهم ولا كنتي في الدار كديري وكتبقاي تشقي بيهم، ولا مهم كدير ليا النهار كامل. في العشيه اختي ملي كيغرب المغرب كتبغي تجلسي اختي وتسرحي، كديري ليا واحد السطيل يكون فيه الماء سخون، الماء يكون سخون ماشي عاوتاني يكون طايب سرق ليا رجيلاتك، لا اختي يكون غير دافي سخون تقدري تحطي فيه رجيلاتك باش كيرطب رجيلات. كتجيبي ليا داك السطيل اللي فيه الماء سخون وكديري ليا اختي الصابون، شنو بقيت دايره التقشير، كديري ليا الصابون البلدي، نحيد هذا البلاستيك هذا، عندي هاد شويه ديال الصابون البلدي. انا حقاش كنجيب صابون بلدي بزاف، كنجيب تقريبا شي 5 درهم ديال الصابون البلدي، حقاش كنديرو في التبريمات كنديرو رجيلاتي كنديرو لبناتي. المهم كتاخدي ليا اختي الصابون البلدي، كتحيدي ليا التقيشرات من رجيلاتك وديك السلوفان، وكطلي ليا اختي رجيلات بالصابون البلدي، واخا فيهم فازلين كطليهم بالصابون البلدي، كتزيدي على ديك فازلين كتزيدي الصابون البلدي كطليه مزيان 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 حتى كتعمري ليا رجيلات مزيان. يكون عندك الصابون البلدي بزاف، كل عندك تقريبا واحد 2 درهم ديال الصابون البلدي باش كتعمري ليا رجيلات مزيان. كتحطيهم في داك السطل ديال الماء سخون، كتخليهم اختي وتبقاي جالسه تفرجي ولا شاده التليفون ولا اللي بغيتي، حتى كدوز واحد 10 دقائق بحال هكاك، 10 دقائق 7 دقائق بحال هكاك، حتى كيرطابو دوك الرجيلات مزيان. ياك كتكوني عاوتاني حاطه حداك الماء سخون ولا تمشي تحيدي داك الماء وتجيبي عاوتاني ماء واحد اخر يكون تاني سخون، يكون سخون مزيان صافي ماشي تتحرقي. المهم القياس اللي غتحطي فيه رجيلاتك، كتعاودي ثاني كتعاودي تطلي ليا بالصابون البلدي، الصابون البلدي تعاودي المره الثانيه ثاني كتطلي، حيت هذيك الكوش الاول اللي درتي ديال الصابون البلدي مع الماء سخون كيحيد لك ديك فازلين كتحيد. ملي كتعاودي تحيدي داك الماء من السطل وكتعاودي ديري ماء واحد اخر سخون، كتعاودي دهني ثاني بالصابون البلدي، دهني ثاني رجليك مزيان 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 مزيان. والصابون البلدي ما يكونش دايب بحال هذا، راه عندي شويه ولا دايب شي داب ولا جاري، كيكون باقي شويه قاصح باقي شويه شاد الصابون البلدي. كدهني ثاني رجليك مزيان 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 كتجغجغيهم بالصابون البلدي، كتعاودي تحطيهم داك السطل اللي فيه الماء سخون وكتخليهم ثاني شي 7 دقائق ولا 10 دقائق ولا اللي بغيتي حتى اكثر من 10 دقائق ربع ساعه، خليهم قد ما بقاو قد ما داك الماء كيبرد عليهم هما كيزيدوا كيرطابوا. صافي اختي ملي كتحسي بهم صافي رطاب ومزيان وداك الماء كيبقى غادي وكيبرد، قبل ما يبرد كتحيدي داك الماء، كتشدي اختي المحكه ديال الرجيلات، انا غادي نوريكم المحكه الحجره اللي كندير رجيلاتي، كتخليهم فنينه ما خليت ما جربت من حجره، جربت ديك الحجرات ديال العود ديال اوريفلام ما خليت ما جربت، ولكن هذه الحجره هذه من ارخص ما يكون، ولكن النتيجه ديالها راه خطيره واعره بزاف، راه كنت فيتها وريتها لكم في واحد الفيديو نيت ديال الروتين ديال رجلي. المهم انا غنمشي نجيبها ونوريها لكم. انتما البنات انا جبت لكم الحجره اللي قلت لكم، هذه الحجره هذه اللي كانوا كيديروها مواتنا وجداتنا، انا ما خليت ما شريت كاع الحجرات اللي على بالكم دوك المحكات ديال القديمات ديال رجلين شريتهم، ولكن هذه هي اللي عجبتني بزاف. كنت كنشري هذيك الزرقاء اللي كتكون في الباكي ديال 10 دراهم كدير بعض المرات 260، كنت خديت ديك ديال العود اللي كتكون في كتبع الشركه بلا ما نذكر الاسماء، ما خليت ما شريت، ولكن هذه هي اللي حمقاتني وعجبتني، هذه واخداها انا ب 5 دراهم من عند العطار دابا 4 سنين وهي عندي. ملي كتوسخ كنشوف عمرات ليا بالصابون وداكشي كنحكها بالشيته وكتبقى كتبان جديده، كتبقى كتبان نقيه. المهم هذه كانوا كيديروها مواتنا وجداتنا، راه ما نقولش لكم راه كتحيد لك كاع ديك الجلده الميته وداك الحروشيه وداك القدام الا كانوا مفلحين كما كانوا، عاتي كتنقيهم وكتخليهم ملي كدير لهم هذه الطريقه هذه ديال الفازلين والصابون البلدي وكيرطابوا، عاتي ملي كتشدي هذه الحجره هذه كتبقاي تحكي بها القدام ديالك، تحكي 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 مزيان مزيان، عاتي راه كتشوفي ديك الجلده الميته وديك الحروشيه وديك القشره اللي كتكون عندنا في القدام كلها كتحيد، راه كيرجعوا قدامك هكا كيرجعوا، راه من اول مره من اول سيمانه غتبان لك نتيجه غزاله في رجيلاتك. صافي اختي كتحكي كما قلنا بالحجره، الا ما عندكش هذه اي حجره كتوافقك، المهم انا كنفضل الا لقيتوا البنات هذه الحجره هذه راه كتباع عند العطاره رخيصه 5 دراهم، ولكن راه ما نقولش لكم راه تدي لكم سنين تبقى عندكم، وراه كتخلي القدام هكا كتخلي القدام كيشعلوا. انا راه كنت قبل ما نتزوج كنت كنشري الحجره ديال رجلين ولديك المحكه ديال رجلين كنشريها كاين بعض المرات كنشريها ب30 درهم بعض المرات ب50 درهم، ولكن ما كتعطينيش نتيجه كما عطاتني هذه الحجيره هذه اللي كتباع عند العطار.
هذه القديمه اللي كانوا كيديروا مواد. المهم اختي كتحكي رجيلاتك ياك، ملي كتحكي يموت سالي كتحكي يموت سالي كتعاودي ثاني تشليهم ياك، ملي كتشليهم ما كديري لهم لا صابون لا حتى شي حاجه، صافي كتحكي مزيان 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 حتى كتحيد كاع ديك القشره وديك الجلده الميته وديك الحروشيه كلها، وكتشلي لي رجيلاتك عاوتاني بميه سخونه وكتمسحيهم بواحد الفيطه. صافي اختي ملي كتمسحيهم انت عندك الاختيار، ولكن انا كنفضل تعاودي دهنيهم ثاني بشويه ديال الفازلين، شويه ديال الفازلين ياك، وتلبسي ليا التقشرات تمسحيهم وتلبسي ليا التقشرات ياك. ملي كتبغي تنعسي ضروري كتحيدي التقشرات. بغيتي اختي ديري، انا بعض المرات كندير فازلين، بعض المرات كندير هاد الكريم ديال الجليسيرين، بعض المرات كنديرو كندهن به رجيلاتي ملي كندير هاد الروتين هذا، اولا كندير هاد الكريم هذا. ولكن ملي وليت كنجرب ملي كندير لهم هاد الروتين وكندير فازلين كتبان ليا نتيجه خطيره، كندير غير شويه ما كنعمرش عاوتاني بزاف. صافي راه درت فازلين في الاول ورقدتهم في الماء وحكيتهم الصابون البلدي وكلشي، ملي كنمسحهم كندير غير شويه ديال الفازلين في يديا غير شويه، وكندهن به رجيلاتي، كندهن به رجيلاتي بحال ما هكا غير شويه. اولا ديري الزيت ديال الكوك دهني به رجيلاتك، ولا زيت الزيتون، ولا كما قلت لك كريم، اي كريم عندك. انا كنفضل هاد الكريمات هادو رجيلاتي، اي كريم درتو ما وافقنيش رجليا هادو هما اللي وافقوني، هذا وهذا، يعني هذا ديال الجليسيرين وهذا راه قلت لكم كناخذو من هذا من مرجان اولا من كارفور. صافي كدهني رجيلاتك، وهاد الروتين هذا كديريه كل سيمانه كل سيمانه كل سيمانه ديريه، ما ديريش مره واحده ومره وتقولي لي لا اختي راه ما عطانيش نتيجه، راه ما باش لي الفرق. لا اختي راه من المره الاولى غايبان لك رجيلاتك رطاب، وديك الجلده غتحيد، وديك القشور وديك الحروشيه وكلشي، وغيرجعوا هكا كيشعلوا. وعاودي ديريها ثاني، دوزي واحد 6 ايام ولا 5 ايام وعاودي ثاني ديري نفس الروتين، وتفكريني اختي وقولي الله يرحم الوالدين. هذا هو الروتين اللي كندير رجيلاتي باش كيبقاو يبانو، عرفتي راه كيوليو رطيطبين وفنين، وكيوليو القديمات في الغوز، وكيبانو حميمرين، وهكا كيشعلو كيشقشقو. ودابا ان شاء الله بدا كيسخن الحال يا اختي، وغنبغيو نلبسو سنيدلات، وتبغي تصبغي ضفيراتك، واخا انا ماشي من داك النوع اللي كيصبغ ضفيراتي، المهم كاينين البنات اللي تبارك الله كيتهلاو كيبغيو يتهلاو في رجيلاتهم يصبغو ضفيرات، يديرو يا اختي يربيو ضفيراتهم، يلبسو سنيدلات يبانو زوينين. الا درتي اختي هاد الروتين هذا راه ما نقولش لك، راه رجيلاتك غيبانو هكا، غيبانو كيشقشقو وكيشعلو، وغتقولي سيري فاطمه الدغوغيه الله يرحم لك الوالدين. المهم روتين اللي بسيط وساهل، حيد اختي غنعكز، حيدي ليا غنعكز، وتهلاي في الرجيلات كما كديري الماسكات الوجه ديالك وليديات كل شعرك تهلاي حتى في رجيلاتك. المهم خواتاتي باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، كنتمنى البنات اللي طلبوا مني يعني الروتين اللي كندير رجيلاتي يشوفوا هذا الفيديو هذا. خليتكم على خير خواتاتي، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق اللي كيهموني بزاف، ومن بارطاج القناه باش ان شاء الله هذه القناه تزيد تكبر، ونزيد نعطيكم وصفات اللي زوينين ومجربين. خليتكم على خير، تهلاو ليا في راسكم. ولدي دابا اختي حيدي العجز، الا شتيني غادي نحط هذا الفيديو، غادي نحطه في العشيه، الا شتيني في العشيه غدا ان شاء الله الصباح الا بقينا في الحياه ديري هاد الروتين رجيلاتك وتفكريني. يلا خواتاتي خليتكم على خير.